بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثامنة المدود اللازمة الكلمية وهي نوعان المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلم المخفف ونبدأ أولا بالمد اللازم الكلمي المثقل وسمي لازما كما أسلفنا للزوم مده وعدم جواز قصره أو توسطه. وسمي كلميا لوقوعه في كلمه كما انه سمي مثقلا لان الحرف الذي بعد الحرف المد مشددا وينبغي ان نلاحظ ذلك وصورته ان ياتي حرف مد وبعده حرف مشدد في كلمه واحده وهو كثير جدا في القران الكريم ونقتصر على مثالين منه مثل قوله تعالى الضالين فاتانا في وسط الكلمه كما نشاهد الالف الساكنه وما قبلها مفتوح واتى بعدها حرف اللام مشددا فهذا المد هنا يعتبر لازما وكونه وقع في كلمه فيسمى لازم. كلمي وكونه الحرف مشدد فيه فيسمى لازم كلمي مثقل وقد اجتمع المد اللازم الكلمي المثقل في كلمة في القرآن الكريم مرتين هي قوله تعالى أتحاجوني فالحرف الأول الألف الساكنة وما بعدها الجيم المشددة، والمد الثاني الواو الساكنة وبعدها النون المشددة، إذا نسمي هذا المد اللازم الكلمي المثقل. أما النوع الثاني فهو المد اللازم الكلمي المخفف، وسمي مخففا لأن الحرف الذي بعد حرف المد ساكنا، لأن الحرف الذي بعد الحرف المد ساكن، ومثاله له مثال واحد فقط، أي بمقدار ما كان المد اللازم الكلمي المثقل كثيرا في القرآن الكريم، فإن المد اللازم الكلمي المخفف قليل جدا حتى أنه لا يوجد له إلا مثال واحد فقط هي قوله تعالى الآن، وأنها مكررة في موضعين من سورة يونس. وتفصيل أو شرح هذه الكلمة أنه أتانا ببداية الكلمة همزتان آ آه وأصله أ أي أتت همزة مفتوحة وبعدها همزة ساكنة فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد فصارت آ آه ثم أتى بعد حرف المد اللام الساكنة فصارت آل إذن هذا هو مد اللازم الكلمي المخفف وكانت هنا بالاصل مد بدل حيث اجتمع همزتان فازدحم على حرف المد مدان الاول مد البدل والثاني المد اللازم والمد اللازم اقوى من مد البدل فلذلك اسقطنا قولنا مد بدل وقلنا إنها مد لازم لأن التسمية لأقوى المدود يقول أقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل إذا هذا المد اللازم بشقيه اللازم الكلم المخفف واللازم الكلم المثقل يمدان ست حركات وشاهده من التحفة قوله فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع والحمد لله رب العالمين